السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياس كاخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا يعني حصريا الوداد البيضاوي المروكي يصل الى الجزائر يوم الاربعاء باذن الله لمواجهه شبيبه القبائل يوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا عبر تونس. طبعا شخصيا يعني انا صراحه نهضر لكم شخصيا وكل واحد والراي تاعو، حنا ماذا بينا ان شاء الله ديما تشاركونا الاراء تاعكم في التعليقات. شخصيا لا اريد استقبال مميز لفريق الوداد. لماذا؟ لازم يكون استقبال جد عادي، لانه هاد العباد صراحه يلعبوها بزاف قفزين كيجيو للجزائر يتمسكنوا ويلعبوها ناس ملاح وكل شيء منه، وفوق هاد الشيء يربحك بالحكام ويقول لك انت خويا، وكي تروح لعندو يدور عليك صراحه ويشبع لك طياح وتشتيم وتهديد وكذا، ويقول لك لا مجرد ولاد صغار وفقط وماشي هادو هما تصح. حذري من تكرار الاخطاء السابقه، لانه شفنا صراحه الاخطاء السابقه من قبل اللي داروها. نتمنى ان شاء الله استقبال جد عادي، صح منافسات تكون بكل روح رياضية واستقبال عادي، يعني ما نزيدوش عليها يعني نستقبلوهم بالورود وكذا، ومنهم انت كي تروح لهيه يوليو يسبوا فيك ويشتموا فيك ويتكلموا عليك ويقول لك كذا والجزائر ومنه امورات. تبقى مجرد فقط رياضة، ونتمنى ان شاء الله تكون روح رياضية، ونتمنى التوفيق لشبيبة القبائل ان شاء الله بإذن الله، والعودة بالنقاط ثلاثة لما لا. لايك الفيديو، ابوني في القناة وبارطاجي هذا الفيديو، وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات.